المحبة التي من الإيمان النابعة من القلب، ونحفظ وصاياه وهكذا. قال الرب حينما نحفظ وصاياه فهو يحمينا ولا يضرنا. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا من أجل لابد أن نقدم الحب محبة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرم الله جمع ان شاء الله. كنا قبل الصلاة بنتكلم عن المجموعة اللي قبض عليهم. هم قبضوا على ثلاثة من اعمامنا، خال جابر واخوي مساعد، ما بنعرف ليش خدوهم او وين ما كان، ولا حتى عارفين ان كانوا عايشين او ميتين. مساعد قبل العملية الاخرانية كان قلقان يحضروا بيه، وهيهم عملوه. ما تقلقوش، هم اكيد عايشين. النظام مش غبي عشان يضحي بيهم ويضيع ورقة الضغط اللي بيضغط بيها عليكم. بصوا يا شباب، زي ما النظام بيضغط احنا كمان لازم نضغط ونعاملهم بنفس الطريقه. بس هالشي ممكن اعطي المفاوضات الافراج عنهم. لو الرد كان غلط وارد ده يحصل، لكن لو كل حاجه اتنفذت بالحرف الواحد كل حاجه تبقى تمام. ازيك يا مساعد؟ علي باشا، اهلا وسهلا، اتفضل. طولت الغيبه يا راجل وقلت لمسك. فيك الخير يا باشا. طب ما انت زي الفل اهو وعايش ومتصل بالعالم، امال اخوك بيقول عليك ممسوك ليه وعاملك شهيد؟ معلش يا باشا، عجله على جده شويه. فاكر لما تهرب مش عارف اجيبك؟ ده انت من رجالتي يا مساعد. مضبوط يا باشا. قوم اجهز علشان في شغلانه ما يعملهاش غيرك. ايوه حاضر، بس من غير بس. حاضر. البلد دي ليكم حقوق وعليكم واجبات، حمايتكم وتأمينكم ده دور الدولة مش دور حد تاني. يا ريت الكنترول يقول لي لو مساعد وزير الداخلية بقى معانا على التليفون ولا لسه. أتمنى إنه يبقى معانا يعني. وبعدين يا أستاذة ليلى، إحنا دايما بنقول وبنحذر وبنطالب بتجديد الأمن على الكنايس، لأن مش دي أول مرة يحصل علينا اعتداء زي كده. لكن يبدو إن وزارة الداخلية مصدقة إن إحنا عندنا أسلحة مخبينا، وقالت لك هم يحموا نفسهم بنفسهم. يا فندم أنا عايز أوضح لسعادتك نقطة. من إمتى إحنا بنوضح أو بنتناقش في المكالمات؟ أنا بكلمك المكالمة دي استثنائي، لأن عارف أنت إيه؟ وعارف كويس إنك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر، وأنت عارف نهايته كويس.
مفهوم مفهوم سعادتك. بنشكر الباحث والمفكر القبطي روبير رزق الله. شكرا شكرا. خليكم معانا راجعين بعد الفاصل. ابعتي لي ليلى المحقوق. لسه ما جاتش يا فندم. اول ما تيجي ابعتيها لي بسرعه. تحت امر. الو. ايوه يا علي. كنت بقيت فين امبارح؟ بابي سأل عليك. في الشغل. بتتعب قوي. طب اسمع، الليلة دي عيد ميلاد سليم. سليم مين يعني ايه يا علي؟ انت هتستعبط؟ يوه هتيجي. ريمان ريمان سيتو كوزلت. ماندي سيتو كوزلت. Diye çok korktum çok. Sana söz vermiştim. İyi misin? Evet, evet iyiyim. Senin yanındayım ya şimdi. Elini tutuyorum, çok iyiyim. Alo? Surtulo? Bueno, hala. Anda buluda? Ben bir smak. Kharsu Ali. وهي جيبوا لي اياها نتصرف معها. ماشي. Seyahate gittiğin gün senden o kadar çok haber bekledim ki. Telefon bekledim, telefon edersin diye. Ama etmedin. O kadar korktum ki haber alamayınca senden. Sonra bana çizdiğin o fotoğrafa baktım, o resme. Ama o sadece resim değildi benim için. Altına yazdığım yazıyı okudum. Neredesin Rimon dedim. Ama sen hiçbir şey söylemedin. Neden? Özür dilerim. Zor bir seyahatteyim. Tamam, 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 tamam. Buradasın, sen buradasın. Önemli olan benim için şimdi bu, sen buradasın. Sen iyisin, ben de iyiyim. Oda servisi mi? Ah, oda servisi. Unuttum. Burada kalamazsın. Haydi. انت صحيت يا علي؟ انا صاحي من بدري يا امه. رحت البلد الصبحيه صحتني، بقى لي زمن ما شمتهاش. يا رب كنت نمت زين يا ولدي. انا نمت نوم يمه ما حصلش من سنين. اصلي طلبت من عمك علي ان يطفي مكنه الري وما يشغلهاش ابدا الا لما تاخد انت راحتك في النوم. ابا والراجل ارضه تعطش يمه؟ ان شاء الله تبور حتى يا ولدي. المهم انت يا حبه عين امك تاخد مزاجك وراحتك في بيتك. ده انا متوحشه الجو يا علي، وانا يعني بشوفك كل يوم يا ولدي. معلش يا ماما معلش، مشاغل. وانت عارفه ابنكم مسؤوليات وبقى. روح روح ربنا.
ربنا يكتب لك في كل خطوة سلامة يا علي يا ابن بطني. فاكر فاكر يا علي وانت صغير لما كنت اقعد اكبس لك كده في ظهرك وكان ابوك رحمة الله عليه يتغاظ ويقول لي يا مرة يا مرة اللي ما عملتها لي مرة في حياتك؟ اقول له لا علي اولى، انا امي وطول ما انا عايشة لازم اهنن واريحه. امال يعني لما اموت من هيعمل لك كده؟ حسك في الدنيا يا امه، حسك في الدنيا وحسك قبلية يا امه. ايه ده كله يا امه؟ فطورك يا ولدي واكل وميتك وفوطك بيتجهزوا لك ويقول لك لحد هنا زي زمان. انت نسيت ولا ايه يا ولدي؟ الظاهر نسيت يا امه. ليه يا ولدي؟ يا مرضك ما بتعمل لكش كده؟ بتعمل يا امه بتعمل، بس انت عارفه بنات مصر عاد ما بين شغلها والواد الصغير والوقت عندنا ضيق مش زي هنا براح. هاتها تقعد معايا شهر ولا اتنين، ده ولدك متوحشاله قوي يا علي، ده ما شفتوش من يوم ما اتولد يا ولدي. شهر ولا اتنين؟ ايوه يا ولدي ايوه. بقول لك ايه، قول لامي بتقول لك تعالي واني ههننها واريحها وحنقش لها على كوبها كده بالحله ومش هخليها محتاجه حاجه واصله. اوه وبعدين تتبغدد علي؟ تتبغدد على ابوها لكن تتبغدد على ولدي؟ لا لا يا ولدي طبعا. كل كل يا ضنايا بالهنا والشفاء، كل يا حبيبي. صل خميس يا جدع، ما فيش زي ده امه حديتها ابدا. شكلك كده راجع من البلد. اهي مره كل فين وفين. هو انت بتسال؟ ما صدقت ابو العزم قالك خد شهر اجازه وغبت وقلت عدولي، وبعدين ابوك ما قالكش اني سالت عليك؟ قال لي، كانش ليه نفسي اكلم حد. ماشي يا سيدي. مالك سليم؟ كويس سليم تمام. ده اكتر حاجه في الدنيا محسسني ان ليها قيمه وتستحق اعيش عشانها، في نفس الوقت برضه اكتر حاجه مأكده لي ان اللي بيحصل ده غلط يا علي. برضه يبقى لسه زعلان مني؟ عادي بقى، ده مش هغير حاجه في اللي حصل. ما تروق يا برنس، في عمليه وكان لازم تتنفذ زي ما اتحطت. والواد الصغير ذنبه ايه؟ لو ابني ولا ابنك ده ممكن هيبقى في رقبه مين؟ في رقبتهم طبعا. كفايه بقى كفايه بقى، ما تضحكش على نفسك. احنا خطتنا اترسمت واتفقنا عليها، غيرنا فيها هم اللي غيروا اتفاقهم، وبدل ما يجي ابو ياسر يسلم ويستلم بعتلنا الواد الصغير. يبقى ذنبه في رقبه مين، احنا ولا هم؟ لو ابني او ابنك زي ما بتقول هتبعته مشوار زي ده؟ ما تجاوبني. كفايه كلام علي، انا بجد ما بقتش احب اتكلم معاك علشان بقنعك، وانت عارف من جواك اللي انا بقوله صح. صح. مساء الخير يا رجالة، اخباركم ايه؟ تمام سعادة. اتفضل. استريحت يا جمال؟ تمام سعادة. أحب أقول لكم إن عملية الأنفاق الأخيرة عملت صدى هائل. في حالة تحفز من المهربين على الجنبين. في مناوشات مع حرس الحدود، وتقريباً في إصابات منهم. في حفر متزايد للأنفاق. كمية السلاح اللي دخلت واتمسكت في شهر قد اللي اتمسكت في سنة بحالها. يعني إحنا باللي عملناه زود الخطر ما قللوش. جرى إيه يا علي؟ الأجازة نست صاحبك الشغل ولا إيه؟ الخطر موجود على طول. كل ما في الأمر إن أنتوا اللي عملتوه دوت زود حالة القلق والتوتر، وده بيدي فرصة للنظام لفرض سيطرته على البلاد.
وفي نفس الوقت بنبعت رسالة للعالم الخارجي إن إحنا مخترقين ومهددين على طول، وفي نفس الوقت بيدينا الضوء الأخضر لأي ممارسات أو سياسات نحب ننفذها جوه البلاد، وبنفس الوقت بيضمن لكم حماية كاملة، يعني أكتر من هدف وبطلقة واحدة. استعدتوا للعملية الجاية ولا لأ؟ جاهزين سعادتك، محتاجين بس ساعة الصمت. أحب أسمع خطتكم الأول وبعدين نتكلم. يا خالته لو أعرف رضا فين كنت استريح، عاوزاهم يقولوا لي أي حاجة، لكن الحيرة اللي أنا فيها دي صعب وصعبة قوي كمان. عارفة يا بنتي، والله عارفة وحاسة بيكي، ربنا ما يكتبها على حد. يا روبا، اللي حصل لرضا ده حصل لناس زمايلنا قبل كده، وما بيخرجش على احتمال واحد إنه مقبوض عليه وممسوك في أمن الدولة في أي حتة تبعهم وبدون أي سند قانوني. أيوة يا ليلى، أنا فاهمة ده كويس، وكمان كنت متوقعة إن يجرى له كده، بس عاوزة حد يأكد لي على ده. إحنا بنتكلم في أكتر من شهر، يعني عاوزين منه إيه وبيعملوا معاه إيه كل ده؟ انت مش قلتي اكتر من شهر؟ في ناس بتوصل معاهم الحكايه لسنين. يا هاني عليك يا ابني، انا كان قلبي متوغش من اخر مقاله كتبها في الجورنال. ربنا يستر يا طنط. المشكله ان كل ما اروح لحد يقولوا لي لسه ما جالناش معلومات، لسه بنعمل تحريات، انا خلاص مش قادره استحمل. له راي خاص، فهو صاحب نظره متفائله. بصي، احنا لازم نشوف حد يساعدنا نعرف رضا محبوس فين وليه. حد زي مين؟ لان قضايا التعذيب لا تسقط بالتقدم. يعني لو قلت لحضرتك عدد المعتقلين على مدار السنين اللي فاتت دول كام؟ كانوا بيعملوا ايه؟ مش هتصدق. بتحاسب يا جدع انت؟ في ايه؟ هو انت بتخافش عليا زي ما بخاف عليك؟ واحنا مش متفقين نفضل طول عمرنا مع بعض؟ كيف ايه؟ عايز تروح المستشفى وتقعد حقن؟ وافضل قاعد في البيت لوحدي؟ لا. بتخلي بالك من نفسك. وهات بوسه. تعالى بقى اشوف جبت لك ايه. يلا يا ولاد. ايه دي يا بابي؟ ايه دي؟ لما نطلع فوق هتفتحها وانت تعرف. ايه بابي تعمل؟ يلا. البير، تعالى يا حبيبي كل حاجة. ما وحشكش أكل ماما؟ طبعا وحشني يا ماما. تعالي انت اقعدي معايا، انت وحشاني اكتر. وانت كمان وحشتني قوي. الغيبه المره دي طولت قوي، كنت خايفه احسن اموت من غير ما اشوفك. بس بسلم عليك يا ماما، ما بتقوليش كده. قول لها ان انا حبيتها قوي من ساعه ما دخلت عليا امبارح. مارلين؟ حاضر. مارلين، مارلين، تعالي تعالي اسمعي ماما بتقول ايه. بتحبك قوي ماما. وانا كمان يا تاونت حبيتك كتير، انت كتير مهضومه. طب تعالي بقى كلي حاجة حلوة، لا هتلاقيها في لبنان ولا هتلاقيها في أمريكا. تعالي دوقي أكل أمي بقى. أمال فين بابا وجو؟ جو خرج راح المطار علشان الشنطة اللي ضايعة، اتصلوا بيه. وبابا نزل يشتري حاجة من تحت. قول لي الأول أنت عامل إيه؟ أنا الحمد لله كله تمام. احكي لي أنت بقى، أخبارك إيه؟ يا حاج عشان خاطري بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني. دي واحدة رامية ابنها من زمان وكلنا عارفين الكلام ده. عايزني اكلمها عشان تقول للواد كل سنة وانت طيب. يا ابني ما بقولكش انت اعمل كده، انا اللي هعمل كده. وليه يا حاج اصلا؟ قوموا يا ابني. وانا بقوم. قوم كفي عن كل حاجة. وانت ربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب. ده انت اللي علمتنا الحنية ما بتتشريش. عندك حق يا ابني. انت برضه معشر اكتر وعارف. انساها بقى خالص والنبي. انسى اللي في واحدة اسمها فريال دخلت حياتنا من اصله. انا ادخل انام ساعتين. يا سليم، سليم. نعم بابا. انا هنام ساعتين وصحيني. اوكي. كتو كتو، هي ساعتين يعني ايه؟ حاب اقول لك، انا حاب اقول لك. مش عارف يعني ايه ساعتين. يعني ايه؟ يعني ثلاث ساعات. ايه النور والجمال ده كله؟ ميرسي. اتفضلي. والله كان عندي اجتماع مهم قوي، بس لغيته اول ما عرفت انك وصلتي. اجتماع اهم مني يا كومي. طالما لغيته يبقى انت اهم حاجه عندي. دلوقتي بقيت مهمه بالنسبه لك، مش كده؟
ابقى راجل كذاب لو قلت لا. في حد في الزمن ده بيلاقي البنوره مسحوره؟ تقعد قدامه تحكي له حواديت واسرار وسبحان الله كلها حقيقيه ومن غير ما تطلب منه اي حاجه او تكلفه اي شيء. شفت ازاي؟ بس ده مزعلني قوي لانك كل مره بترفضي الهديه. ويا ترى بقى ده مزعلك ولا مقلقك؟ ما اخبيش عليكي الاتنين في بعض. حاكم مفيش حد في الزمن ده بيدي من غير ما ياخد، واللي اديتيهولي كتير قوي في ريال. طب اسمع بقى البنوره هتقولك ايه المره دي وبعدين نتكلم. مدد يا بنوره مدد. الخواجه فيكتور ارمانيوس، تسمع عنه؟ اه، مش ده اللي عنده 900 متر بنا في ارض الشريف؟ كان تقريبا في خناقه بينه وبين الورثه والبنك وقصه كده، ماله ده؟ البنك مستعد يتنازل ويطلع من الحدوته خالص مقابل كلام فارغ 10 12 مليون. الارض تساوي ولا 50 مليون؟ طب والورثه؟ تعيش انت. ابوس البنوره. فاكر اول مره جيت لك فيها يا كومي وما كنتش عايز تقابلني؟ ما اخبيش عليكي اللي قابلين قالوا اللي ما عرفك يجالك، وادينا بنعرف بعض وكل مدى بنقرب اكتر. بس قالوا كمان تعرف فلان عشرته يبقى ما تعرفوش. انا عرفت عنك كل حاجه من اول يوم دخلتي عندي مكتبي. ما تزعليش مني، ده سوق ولازم احرص. بس اللي عرفته ما كفانيش، فايه رايك نعرف بعض للاخر وشرع ربنا؟ قلت ايه؟ قلت نتعرف يا كوم. ها اتفضل يا سيدي. ودي كمان ودي كمان يا جد. لا دي كمان ايه؟ انا نفسي اتقطع بقى يا سوري. روح لعمك موسى. يا موسى سيب الفرجه على التلفزيون دلوقتي وتعالى انفخ البلالين دي. يا سيدي وانا فيا نفس للنفخ؟ اديهم لفرغال ينفخهم لك. بقول لكم ايه؟ حلوا عني، انا بدوخ من نفخ. معقوله كده؟ الصحه فين؟ تعالى يا ابو صحه انت انفخهم يا اخويا. لا يا باشا انا ماليش فيه خالص ده. طيب لما بابا يصحى هينفخهم لك هو. يوبا يا جدو. خلاص وحياه جدو ما تزعل. بقول لك ايه؟ اديهم الواد بتاع البوتيك تحت وقول له جدو بيقول لك انفخهم لي وهاتهم جاهزين وانا هحاسبه عليهم. حاضر. يلا بالسلامه. بقول لك ايه؟ صحي باباك قبل ما تنزل عشان الساعتين خلصوا. بابي بابي بابي. بابي بابي. يلا يا بابي ساعتين خلص. ممكن اشرف مستنيك بره. ماشي يا حبيبي انا صحيت خلاص روح انت. اوكي. علي يا علي. قوم يلا هنتأخر على عيد الميلاد. روح انت وخدي له لعبه معاكي وخلاص. هو انا بقول لك عشان تقولي اعمل ايه؟ قوم يلا البس هدومك بسرعه. وانا عندي شغل ومش هينفع اسيبه واروح. طز في الشغل. ده عيد ميلاد ابن صاحبك وانا قايله لك من الصبح. واظن شكلها هيبقى وحش قوي لو انا رايحه لوحدي وانت مش في ايدي. ولا انت شايف ايه؟ وانا حبيبتي لو سمحتي. خلاص يا علي ما تجيش انا رايحه لوحدي. ماشي. هخلص اللي ورايا وهحصلك على طول. قلت لك ما تجيش. وانا حبيبتي. قلت لك ما تجيش يا علي هي كلمه واحده. بدل ما اخلي شكلك وحش قدام الناس. اتفضل. شكرا يا اسماء. ازيك يا اشرف؟ اهلا يا اخويا. اخبارك ايه؟ يا عم انت بتسال. والله ما شغلي اشرف. الدرجه دي يعني؟ اسال علي وهو يقول لك. يا عم علي مين؟ هو علي ده صاحبي اصلا، هو انا بشوفه اللي معاك. طب قول لي بقى، اخبار شغلك ايه؟ الحمد لله زي الفل، ساعة ما فتحت المكتب والدنيا حلوة. شايفك عمال تطلع في التلفزيون، مولعة انت عامل لي فيها نجمة. اوعى. طب ايه مش ناوي تسافر تاني خلاص؟ لا يا عم خلاص، جبنا الشهادة وشكرا، وبعدين كل ما اسافر وارجع الاقي الحريم احلى وطن. اوبا الضحكة دي عارفها. قول لي مين؟ لا ابدا يا عم مفيش أي حاجة. يا دول يا ده يا عاشر. هقول لك بس ما تقولش لحد. ماشي. بصراحة معايا حتة كده في الهادي. أيوة مين يعني؟
اسماء. اسماء مين؟ اسماء. اسماء. اسماء؟ تصدق ان انا عيل الحمار اللي قاعد معاك. هروح اشوف ابوك بيعمل ايه. ازيك يا منى؟ هاي ارشد. اهلا يا منى، انت هنا؟ انا هنا من زمان. ماله ده؟ اهو يعني بشتغل شويه. ويا ترى هتفضل تشتغل الناس كده كتير؟ امال علي فين؟ ما جاش معاكي ليه؟ بيقول عنده شغل. وانت طبعا مش مصدقاها. يعني. تفتكر هتفرق يعني اذا كنت اصدق ولا لا؟ لا. يا منى علي بيحبك. حاولوا تظبطوا حياتكم شويه. غيري طريقتك معاه. طب ما انا حواليا ناس كتير بيحبوني ومتعودين على طريقتي. يبقى اتعب نفسي ليه بقى واتغير؟ بعدين تفتكر واحد زي علي يستاهل؟ ما اعتقدش. يلا يا اولاد اتاخرنا، الولاد عايزين يناموا. يلا عشان نطفي الشمع. Happy birthday to him. Happy birthday. حضرتك قلت ان دي مش اول مره تحصل له الازمه. جات له قبل كده والدكتور كتب له على بخاخه. انا شايف ان صدره مقفول تماما وده مؤشر مش كويس. وبعدين الافضل ينتظر معانا هنا ال 24 ساعه. انا مش عايز تقلب معانا بحاله مزمنه وان شاء الله هيبقى كويس باذن الله. كل شويه تقعد تجيبنا في المستشفيات ولا ايه؟ ما تخافش بكره تخف وتلعب وتتنطط وبقى زي الفل ان شاء الله. عايز ايه؟ عايز ابوسك. الحمد لله على سلامه سليم. عزمي قلقان من ناحيتك، حاول تطمنه. هو كلمني وقلت له ايه؟ اقول له يعني؟ قلت له تمام. تمام؟ طريقة كلامك بتقول انه مش تمام خالص. في ايه؟ حسسني كأنها أول مرة. يا ريت الزمن يرجع بينا وتبقى أول مرة. أكيد كنت هرفض ومش هعمل كده. ترفض؟ بص يا صاحبي، كل واحد فينا بتيجي عليه لحظات بحس انه لازم يراجع نفسه. ده مش عيب، بالعكس ده كويس جدا. بس المهم تعمل ده امتى؟ الوقت اللي انت اخترته مش صح يا صاحبي. كمل وبعدين راجع نفسك. يا اخي بطل بقى لما تكلمني تكلمني بلسان ابو العزم. تقعد تسمعلي في الكلمتين اللي مالي بيهم دماغك. اتكلم معايا يا علي. علي صاحبي. علي اللي بيفهمني واقف في صفي على طول. على فكره أبو العزم غير ساعة الصفر، بقت معقول دقيقة في السنة الجديدة. احنا نضربهم هما بيصلوا يا علي؟ في ايه يا صاحبي؟ في ايه؟ اوعى تفتكر انك مرضي عنك كده. انا ادم منك وياما لميت من وراك كتير ولحقتك من غير ما تعرف. وانا ياما لميت من وراك كتير من غير ما تعرف. بس لو نحسبها كده علي، عمرنا احنا الاتنين ما كنا نتقابل في سكة واحدة ابدا. فكر فكر يا اخي واحسبها صح بقى. ناوي على ايه دلوقتي؟ اكيد انا مش موافق. اللي انتوا بتعملوه ده جنان. روح قول له كده واتكلم عن نفسك بس. وانا زي ما قلت لك، انت خلاص مفيش فايده من الكلام معاك. انت واحد ما بقاش عنده قلب يا علي. متشكرين يا سيدي، هعتبر ده مدح على فكره. والاخر مره بنصحك، ده شغل. زي ما في ناس بتعمل شغلها، احنا كمان بنعمل شغلنا. وان كان حصل او هيحصل غلط فده وارد. اوعى تخليه ياثر عليك. أنا شفت حاجات تخوف أكتر من كده. يمكن أنت شفت حاجات تخوف أكتر من كده،
بس عمرك ما حسيت اللي انا حسيته. يلا بقى سليم، التورته مستنياك زي ما هي، ما حدش جاي جنبها. مين اللي هياكلها دي يا وحش؟ انا بابي بس وجده اللي اتقطع نفسه بالنفخ البلالين. ماشي يا سليم. ماشي وجده، بس حته صغيره قد كده عشان السكر يا حبيب جده. انت يا اللي خايف على صحتي. تمام مفيش حاجة، بس كنت احتمال اسافر كده يومين شغل. احتمال ولا مسافر فعلا؟ لا مسافر، بس عايزك تخلي بالك من نفسك ومن سليم. اوعى يا حاج، اوعى فريال تيجي تقول لك هاخد سليم تدهولها. ما تقلقش يا حبيبي، سافر انت بالسلامة وما تشيلش هم. بس يا حاج. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انت اللي جابك هنا؟ ابني وجاي ازوره. ابنك؟ دلوقتي لما بقى في المستشفى بقى ابنك؟ من حقي ان انا اشوف ابني في اي وقت وفي اي مكان. بقول لك ايه؟ شويتين دول ما تعملهمش عليا انا. انا مش عايز اخليك تشوفيه، مش هخليك تشوفيه، وانت عارفه كده كويس. ده كان زمان فعلا. ماشي، بكره نشوف يا فريال. سلام يا طلبة فيفي. اهلا، اخبارك ايه؟ احسن منك. ده اكيد. انت زي ما تقوليش ان سليم في المستشفى. انت عارفه بقى المشاكل العائليه اللي بيني وبين جمال دي انا ماليش فيها، وبعدين عشان اتدخل محتاج توكيل رسمي. ايه اللذاذه دي يا ترى؟ بقى اللذاذه دي من الدرينكين اللي انت شاربهم فعدلين لك دماغك، ولا اتعلمت الخفه من صاحبك؟ لا عشان اتعديت من صاحبي. لو قولي لي صحيح، هو انت وسعد الكومي هتتجوزوا فعلا؟ الله، ده انت ماشي بتلم اخباري بقى. خالص، اخبارك ما تهمنيش، انا يهمني اخبار سعد الكومي. انا وسعد كتبنا كتابنا خلاص، يعني عشان تبقى تزودها على الاخبار اللي عندك. طب والله الف الف مبروك. ويا ترى بقى عارفه انه كان متجوز مرتين وعنده ولاد، عايز حاجه تانية؟ طب والله تمام، الف مبروك. مساء الخير يا كوميدي. ازيك يا متر؟ ازيك؟ استأذنكم. وحشتني. وانت كمان.
بس انت طيب. وانت طيب. اديني سجارة عشان سجاير خلصت. منى اديني سجارة. بقى بساتي حلوة هابي نيو يير قوي. طبعا انت اول واحدة لازم تيجي تحتفل بالنير عشان ده اول يوم في عمرك من ساعة ما عرفتي البيت. ولا ايه يا اشرف؟ عارفة ليه؟ عشان انت ولا حاجة. انت اصلا كلك على بعضك كده ولا حاجة. كومي اتصار. يلا منى كفايه كده. ايه يلا منى ما تبوظيش الليله. انت مالك انت يا باظ الليله؟ ايه هي اصلا بايظه وانتوا كلكم بايظين. ما اسف يا جماعه معلش. يلا انت كمان يلا بايظ. امشي دلوقتي يلا. بس لا شكرا قوي. انت بتعمل ايه؟ مين كان معاك؟ نفذت التفجير ازاي؟ انا مش هتعب، انت اللي هتتعب. واللي انا عايز اعرفه منك هعرفه. سهل على نفسك الحكايه احسن لك. نبدا من اول وجديد. اسمك ايه؟ جمال الجبالي.
تعال. صباح الخير يا عماد. ايه انت بقيت هنا ولا ايه؟ بجهز لحضرتك قائمة الشهود. اوكي. وريني يا سيدي. لو دي قايمة الشهود بس يبقى أكيد هتتجازى. دي يا فندم شهود ومشتبه فيهم الاثنين مع بعض. كمان؟ روح يا ابني دور لك على محامي كبير يشتغل عنده. أنت مالكش عيش في النيابة. طب أعمل إيه حضرتك؟ دي الأسامي اللي وردت في محضر المباحث الأولي. الأولي ده فات عليه 8 ساعات. التفجير حصل 12 بالليل. استعجلهم يا عماد. واللي هيتأخروا فيه لازم احنا اللي نوصل له. عماد انت عارف نظامي. عارف يا فندم. خميس السيد ده صول المباحث اللي بره؟ تمام يا فندم. خليه يدخل. حاضر. تولين اوغلو دي فين؟ في حجز الاسم. استدعي العرض علينا. جاري يا فندم. كويسة؟ أمي فين؟ أمي أخويا فين؟ هما كويسين؟ مش عارفة شي من شي. أمي فين وأبوها؟ ما تتحركش ما تتحركش من فضلك ارجع السرير تاني. أوعى أنت! فين بقية الناس؟ أنت يا يوسف! يوسف! فين أخويا وأمي؟ فين العمليات يا ابني لسه ما خرجوش؟ يعني هما كويسين؟ هنا يا ابني محدش بيقول حاجة، محدش بيقول حاجة. سعادتك المعاينات الأولية بتحدد سبب الانفجار. من داخل سيارة مفخخة. كانت على بعد أمتار من مبنى الكنيسة. كل المصابين والقتلى من الأقباط المتوجهين للكنيسة. باستثناء ثم باحث متعين حراسة على الباب. والجناة. في مجموعة طبعا عليها في النقط، منهم واحد مسجل جماعات قبل كده وراهم التحقيق دلوقتي. فده ملف التاني. وكان البحث وتوصيل الاشتباه. فين تقرير المباحث؟ خلال ساعة يكون عند سعادتك، بس أهم معلومة فيه هي وجود قنبلة داخل قاعة الكنيسة، ما انفجرتش، لقينا عليها بصماته. الحمد لله إنها ما انفجرتش. قطع أمرنا. نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذب حمانا واحتمي بجنابنا. لا إله إلا الله. الله 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 الله. ليه بس ده يحصل؟ قول لي أنت يا موسى ليه ده يحصل؟ جمال ابني إرهابي ده متربي على إيديكم. قول لي أنت يا فرغلي، جمال عمره أذى حد ولا ضايق حد؟ استهدى أنت بالله بس يا رجائي، أكيد الحكاية مش كده. مفيش حاجة اسمها إرهابي كده من باب للطاق. ما هم اللي قالوا كده لما جم هنا. ما هو تلاقيه بقى عنده مشكلة مع حد، والحد ده هو اللي بيرازي فيه. أشرف أشرف. السلام عليكم. عليكم السلام. على مهلك يا حبيبي، على مهلك. معلش معلش. تعال شد الزول إن شاء الله. أنا ما نروح نساعد أسماء. سلام عليكم. وعليكم السلام. اقعد يا عم. معلش يا حبيبي. شفت يا أشرف؟ شفت اللي حصل يا ابني؟ بصيت لقيتهم داخلين عليا ما بقتش عارف دول بوليس ولا مش بوليس ولا إيه بالظبط. وهات تكسير وتفتيش في كل حتة في البيت. قال لهم عايزين إيه؟ قالوا لي فين جمال؟ عايزينه ليه؟ قالوا لي ابنك ارهابي. ابن انا؟ جمال ارهابي يا اشرف؟ معلش يا عمي معلش. معلش ايه بس يا ابني؟ الواحد ما بقاش فاهم حاجه، هي البلد ايه؟ الظلم خلاص ملوش اخر؟ مش كفايه ظلموك زمان؟ وقول ده حظهم الدنيا. جايين دلوقتي عايزين يقضوا عليه وعليا؟ ليه؟ ده قلبوا البيت عليه وطيه، ده انا حمدت ربنا ان سليم في المستشفى. لو كان حبت عيني هنا وشاف ده كان اترعب. أنا مش فاهم حاجة يا ابني، فهمني يا أشرف في إيه؟
انا لسه جاي من اسم قصر النيل يا عمي. الكلام اللي بيقولوه ان جمال متورط في التفجير بتاع الكنيسه ده. تفجير كنيسه؟ جمال ابني فجر كنيسه؟ ليه؟ مستحيل. معلش ايه ده؟ دخل لهم محاولينه على امن الدوله على طول، بيحققوا معاه هناك قبل ما يتعرض على النيابه. انا كلمت شويه ناس وحاول اوصل له ان شاء الله. ايه ده انت بس؟ طب جوز انا عرفتش يا ابني. املنا في ربنا كبير يا حاج. ونعم بالله. ونعم بالله. قول لي يا خميس، عدد ساعات خدمتك في اليوم ده كانت قد ايه؟ يوميها كان طوارئ سعادتك، يعني من 8 ساعات ل 12 ساعة يا باشا. كنت بتتحرك اثناء الخدمة؟ بتمر يعني ولا واقف في مكان ثابت؟ لا لا يا باشا، أنا مكان تمركزي على باب الدخول، لأني من الحراسة الثابتة المعينة على الكنيسة دي، يعني من الظهرات. تمام. طب بعد الناس ما دخلت زي ما انت قلت، ايه اللي لفت نظرك في حركة الشارع قدامك؟ يعني يا باشا اي حد كان يجي يركن جنب الكنيسة المرور يقول له لا، يحصل شوية زعيق وخلاص ويروح لحاله. تعرف الشخص اللي في الصورة ده؟ افتكرته، اعرفه. شفته من كام شهر كده في ديوان الوزاره وانا كنت رايح اقدم طلب نقل، وشفته في الكام يوم اللي قبل الحادثه كان بيجي الكنيسه باستمرار. تقصد انه ضابط شرطه؟ معرفش يا باشا. المره اللي شفته فيها في الوزاره كان لابس ملكي، بس الصراحه راجل جدع ومحترم. ايه اللي حصل بينكوا بقى خلاك تقول عليه جدع ومحترم؟ يا باشا سعادتك، الراجل تعرفه من كلمته ومعاملته مع الناس، والجدع ده معاملته كانت حلوة. ما لفتش نظرك حاجة غريبة عليه يا خميس؟ يعني ما عملش حاجة، ما قالكش حاجة مثلا وهو داخل؟ لا يا باشا، ده هو أكيد يا باشا مش هو اللي عمل التفجير ده، لأن التفجير ده حصل وهو كان لسه جوه. لو كان هو اللي عمل التفجير ده أكيد ما كانش هيخرج منها، أو على الأقل هيحصل له حاجة. جاوب على اللي أسأله لك وبس. يا باشا أنا فاكر إنه كان بيساعدني واحنا بنطلع طلبه زميلي، وبعدين كان بيشيل في الناس زي ما يكونوا اهله. قلت لك جاوب على اللي اساله لك وبس. انت هنا في تحقيق مش على القهوه، انت فاهم؟ فاهم يا باشا، اللي تشوفه سعادتك. ده شغل عوالم مرقصين، لما ما يعرفوش يأمنوا كنيسة يجوا يقعدوا على حجري بقى. أيوة رشدي عارف يا أخويا، عارف التفجيرات في كل حتة وفي أي وقت وبناقص اللي راح. إنما شكلنا بره هيبقى إيه؟ ها؟ شكلنا بره هيبقى إيه؟ ويقعدوا بقى يحطونا في دماغهم ويقولوا تفجيرات وإرهاب وبلاوي زرقاء. الله! تقرير إيه يا رشدي اللي هترفعهولي؟ أنا قلت لك عايز تقرير. روح يا أخويا، روح شوف أي بغل لبسها له، ولما تخلص شغلك مظبوط ابقى ارفع لي تقرير. وبسرعه يا رشدي بسرعه، قبل ما المعارضه ووسائل الاعلام يفضحونا. يلا يا اخويا مع السلامه. كنينا في غبائكم. مدام ليلى محجوب وصل لبره يا فندم. كندا وحمق. صحصح معايا كده. شوف دي. ودي. ودي. بوريهم لك بس عشان نعدي الخيبة بتاعت ما حصلش وما كنتش هناك والكلام ده. قول لي بقى. بتشتغل لحساب مين؟ والقنبلة اللي لقى عليها بصماتك جبتها منين يا جماعة؟ كم واحد معاك في التنظيم ده؟ ودول ما قالتلهمش صور عندك؟ هما ايه دول؟ كنت تسأل عليهم. انت هتستعبط يا رحمك؟ شغال مع مين يالا وكم واحد معاك؟ انت بتتكلم على انا ممكن اموتك وادفنك هنا، ولا كلاب الحكومة هتشملك رمك. فاهم؟
اعمل كده لو تقدر. انت عارف ان الصور اللي معاك دي تعميني والقضيه لازم تتقفل وانت فاهم، وعشان تتقفل لازم حد يشيلها. انت بتتحداني؟ انا بنصحك، الحكايه اكبر منك بكتير وانت فاهم. اسمع كلامي. أدبوه. ما كنتش متوقع انك هتقبلي زيارتي. بالعكس ليه؟ يعني تكوني واخده على خاطرك ان انا ما سالتش عليكي بعد اللي حصل. تعودت ده من ناس كتير مش منك انت بس. ايه؟ وانا بقيت زي بقيه الناس ولا ايه؟ خير يا دكتور. كل خير يا عمر. احنا بس عايزين نظبط الاداء شويه. يعني بلاش الكلام الكتير والزعيق والصريخ بتاع كل ليله ده. مع انك انت عارفه صوتك بيعجبني قد ايه وانت بتصرخي. لو شايف اني بقول حاجه غلط امنعني. عارفه انك ما تهونيش عليا. انت عارف اني مش هسكت. اي طلبات تانيه؟ تعرفي كان نفسي ترفضي زيارتي. اعتبرها ما حصلتش. فهمتني غلط يا غزال. اجي يمين تيجي شمال. فاكره؟ لا ده انا كنت بس عايز الاقي حجه علشان اجي لك بيها. بس على فكره في حاجات كتيره قوي بعملها من غير اي حجج. يوه يا سعد عرقانة. هو ايه يعني؟ برضه بموت فيكي. ما هو باين. عشان كده كل طلباتي مجابة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده تون زعل ده ولا ايه؟ أرجوك أنا ما أقدرش. لا قدرت يا كومي. وفي ريال عندك بقت خلاص. مع إن لسه ما فاتش على جوازنا كام يوم. حبيبي قشر والدنيا كلها تحضر تحت رجليه. وأنا مش عايزة الدنيا كلها. هما حاجتين. أنا مش طماعة وأنت عارف. طبعًا عارف. أموري يا روح قلبي. أول حاجة تبقى راضي عني. وتاني حاجة عايزة عربية غير اللي أنت جبتها لي، مش كفاية ما عملتليش فرح؟ حبيب قلبي إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ولادي وبنتي الكبيرة معقولة يعني يبقى فرحها آخر الشهر وأبوها بيتجوز النهاردة، ينفع كده؟ أيوة ينفع. لا هو عيب ولا حرام. عارف والله عارف. بس يعني كلام الناس والجرايد والمجلات اللي ما وراهاش حاجة غيري. وبعدين يا ستي ما انا حطيت لك ثمن الفرح في العربيه اللي انا جايبها لك دي لاجور يعني بمليون الا ولو بمليون وزياده. بيبي انت عارف ان فريال ما بتحبش تركب غير الحاجه اللي على مزاجها وبس. وانا تحت امر مزاج القمر. هتعشيني فين بعد ما تجيب لي العربيه؟ ولو اني عارف هتجيبي ايه ومن عند مين. هما جوزين التيران اللي انت بتمشيهم ورايا دول لحمايتي ولا لحاجه تانيه؟ هنبتدي بقى نقول اي كلام. فريال أنا قبل كده قلت لك دول علشان إيه؟ ولما هم عشان حاجة تانية غير إن هم يتجسسوا عليا. ما بتستناش لي لما أنا أقول لك كنت فين وبعمل إيه؟ ما أنا عارف طبعًا إنك هتقولي لي. هو أنا لا سمح الله قلت إنك بتخبي ولا حاجة؟ ده اهتمام يا فريال. زي ما بهتم بعيد ميلادك وعيد جوازنا. وأي أخبار تانية تهمك. خير. ده على وزن إشمعنى؟ طب طليقك. إشمعنى؟ عرفت ان هو اللي متورط في تفجير الكنيسه. جمال ده اتجنن خالص. اتجنن بقى ولا ما اتجننش؟ هو كده ضايع نفسه بنفسه. ايوه بس سليم هيعمل ايه؟ هيقعد عند جده طبعا. فريال انا بقول لك الكلام ده علشان اطمنك وافرحك واعرفك جمال بتاعك ده وصل لحد فين. مش عشان الاقيكي جايبه ابنك تاني يوم الصبح. بعدين ما تمثليش، لا انت عايزه عيال ولا انا عايز عيال في بيتي. أنا بسأل سؤال واحد وعاوز إجابة واضحة وصريحة عليه. أنت وجمال كنتوا مسؤولين عن تنفيذ العملية. وأنا نفذت ما تقاطعنيش وأنا بتكلم يا فندم أنت. أنا العملية دي بالنسبة لي ما اتنفذتش.
والأسوأ من كده إن كلنا في خطر بالقبض على جمال. جاوبني يا علي، إزاي جمال يتقبض عليه في البيت المتأمن؟ إزاي وصوله؟ فين التأمين يا بهوات؟ ها؟ ليه ما تقاومش؟ القوات اللي اتحركت يا فندم، أي حد زي جمال أو غيره فاهم كويس إنه ما كانش ينفع يقاومها. جمال اتصرف صح يا فندم. صح. وفين تدريبات المقاومة والهروب؟ استسلام جمال ده وراه سر ولازم أعرفه. ضباط أمن الدولة كانوا مركزين أول مرة دي سعادتك. وأنت كنت إيه علي فندي؟ ما أنت كنت ضابط أمن دولة وعارف إن سرعة القبض على المشتبه فيه بالطريقة دي وبالأسلوب ده ملوش عندي غير تفسير واحد، إن جمال متبلغ عنه. يا فندم إحنا جمال يا فندم هو اللي كسر تأميره بنفسه ومحدش بلغ عنه. غلطة واحدة تسببت في العك ده كله، لأن جمال ما كانش لوحده في البيت. مين كان معايا يعني؟ Adım Çelik Nuroğlu. 32 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Devam beyanatı. Likey ikame daima في مصر. Yok hayır sadece seyahat için buradayım. Biz de siyahi muvakkatı. وقد عرضنا عليها صورة المتهم الأول وسألناها. تعرفي الشخص اللي في الصورة ده مين؟ كنت عنده في بيته بتعمل إيه؟ Evet evet tanıyorum. Bu Rimon Atiye. Sanatçıdır kendisi ve birkaç ay önce biz Türkiye'de tanıştık. Şimdi Kahire'de onun evinde ikamet ediyorum. هو اللي قال لك ان ده اسمه ولا اطلعت على وثيقه رسميه شفت فيها الاسم ده؟ Biz arkadaşlarımızın kimliğine bakmayız geldiğim yerde. Benim eşim adının bu olduğunu söyledi. عمولة حالي الساحة منورة منورة بهلاء يا مهدي اشتقنا لك أنا كمان كيف مصر؟ ها تمام بيسلموا عليك الله يسلمك شو؟ رسمك منيح ولا لساته مثل زمان؟ لوحة طنجة كان فيها مشاكل كتير ها؟ الكلام ده ما تقليش أنا مهدي أنت عارف أنا قلت لهم كل حاجة هم اللي ما نفذوش صح اه عشان هيك انسحبت؟ المجموعة كلها اتصفت ده شغل بقى مش محترفين طيب على كل حال أنا ما بدي أشغلك كتير جيت بس لحتى أسلم عليك و أعزمك لعندي اليوم على العشاء، راح أبعث لك السواق لعند الأوتيل، أوكي؟ ما بدي أطلع عنك الإلهام، على فكرة بدي أعرفك على زوجتي. ها ده أنت اتجوزت فعلاً. ها؟ شو المعلومات اللي عندك متأخرة كثير شايف؟ تولين! شفتها عجبتني، قرار تضيفها لليستة المقتنيات. مبدأ سوق العبيد ده برضه ما اتلغاش من عندك يا مهدي؟ لا 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 لا، بس هي هواية ما حدا بيقدر عليها غير ال تولين زوجتي ريمون تشوك اير بيرسانات تشدر تركيا دي طنشتك مرحبا مرحبا ما تنسى راح ابعث لك الشوفور يلا باي 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 بيضل البحر هو امن وسيله للشغل ملعبنا وبنعرفه منيح ما فيش وسيله مضمونه طول الوقت شكرا برضه ما فيش وسيله خطر على طول انا بصراحه ما بعرف كيف رح تنفذ العمليه بس اذا قدرت شابو عمليه رح تنكتب باسمك ما تقلقش طالما وعدتك ان انا انفذها اعتبر ان هي اتنفذت خلاص اسف هرد على كلامي وارجع لك الو ايوه Sen hep polis ses misin? Seni dinliyorum. Dönmeye çalışıyorum. Mehdi'yi dinliyorum. Mehdi sinirli hiç konuşmaz mı? Hiç. Haklı. Sen de mi böyle düşünüyorsun? Seni seyretmek yeter. Ne
Neden sanatçı olduğunu çok belli. Sen çok özelsin. Mersi. Bunalmıyor musun? Mısır'da herkes buna alışıktır. Peki ben? Sen elimi ilk tuttuğunda bir şeyler hissettim. Ben seni sanki seni çok önceden beri tanıyorum. İçeride biliyor musun? Yok, ben sadece hissettiklerimi söylüyorum. Hissettin mi bu insan? Ne yaparsın? Şöyle söylerim. Mehdi'nin dediği gibi sizin aranızda çok farklı bir bağ var. Aranızda çok güçlü bir bağ var. عن شو كنا عم نحكي؟ كنا بنتكلم على البحر. صحيح. حقيقة أنا أفكر إنه أجل التنفيذ. ليه؟ حصل حاجة ولا إيه؟ لا 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 أبداً. بس في نائب لبناني عامل لي شوية مشاكل. يعني حكي بالصحافة و عم يحاول أقوم الدنيا علي. خايف تكون العيون مفتحة علينا. وإيش مين النائب ده؟ إيميل حشاد. İkisi çok saçma gelecek belki ama bütün kız çocukları gibi beyaz atlı prensin gelip beni götürmesini bekledim. Sonra Al-Mahdi geldi. Onun gerçek atları vardı. Çiftliği vardı. Hiçbir şey anlamadım başta. Hiçbir şey anlamadım. Ama kalbi yoktu, vicdanı yoktu. Neden başka bir yol seçmedin? Ben seçmedim onu. O istedi. Aldı beni. Satın aldı. Ailemle hiçbir şey yapamadı. Gittiği her yere beni yanında götürdü. Çantaymışım gibi. Onun evli olup olmadığını bilmiyorum biliyor musun? Daha önce evlenip evlenmediğini bilmiyorum. Çocuğu olup olmadığını bilmiyorum. Çocuğu var gibi, yok gibi. Nasıl para kazandığını bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Cariyeler pazarındaki cariyeler var ya. Onun gibi aldı beni. İşte bu. Herkesin gıpta ile baktığı hayatım bu. Bu kadar. Neden intihar etmek istedin? Denedim. Böyle yaşamaktansa ölmek istedim. Beceremedim. Silinli'yi sadece otoluğa gidelim. Bizim Ramon'la aramızda bir yakınlaşma oldu. Ve Mahdi bizim ilişkimizi fark edecek diye ben çok korktum. Ramon'a bir şey yapmasından korktum. Çünkü herkes çok iyi bilir. Mahdi'nin öfkelendiğini, neler yapabileceğini. Ama ben bu kadarını yapabileceğini asla düşünmemiştim ki. El-Mahdi lama arrafik ali, elik biştagal iyi. Onunla bir fuar organizasyonu için gelmişti. Sonra beni tanıdıktan sonra takvimler değişti. Ve onun burada kalmasının daha doğru olduğunu söyledi. وحصل ايه بعد كده؟ sonra işte bütün korktuğum başıma geldi. Bu parfüm nereden çekti? Ben hep bu kokuyu kullanıyorum. Sen fark etmemişsin. Başkaları edir. Bu çok eskiden de. Sen beni aldın.
hapishaneye kapattın anladın mı? Ben bir hiçim şimdi. Bir raftaki bir biloyum. İnsanlar bana bakıp sonra her şeyi unutuyorlar anladın mı? Başka hisler görüyorum. Sen hiçbir şey görmüyorsun. Herkes bilir beni. Ya sen? Ben sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey. Sen delisin. Bak, hislerin fermiş. Sen gerçekten delisin. Tamam. Sakin ol. Kifak limon. ولا بتحب نادي لك باسم تاني؟ اسم تاني؟ اسم تاني يا مهدي ولو؟ كل حدا فينا له اسم تاني يعني حسب ما الناس بتشوفه في حدا بيحب انه يتنادى له مثلا جيفارا كازانوفا سبارتاكوس محرر العبيد بس مو اي عبيد لا اختصاص عبيد حلمين يعني حسب الناس كيف بتشوفه عندك فكرة عن الناس كيف بتشوفني؟ أنا رح لك أنا ما حدا بيشوفني مثل ملاك الموت ما بينشاف إلا بلحظة قبض الروح عمل لك كاس؟ ما بشربش يا مهدي ما أنت عارف ممكن تغير رأيك؟ مش في مصلحتك إن أغير رأيي عم تهددني؟ بس انت عارف ان احنا بدنا شغل ومش لازم يبوظ وانت عارف انك ببيتي ولي ممكن ما طلعك من هون بس مثل ما قلت في بيننا شغل ولازم يكمل مصلحة الشغل فوق الكل ben Rimon'un hayatının tehlikede olduğunu hissettim ve Mahdi'nin kötü şeyler planladığını sonra korkup buraya geldim ve ilk günde işte olanlar oldu. Kifaya kadar lelade ve mükemmel bukra. Okey. Ala fikre sifara ayinitlik muhamir. Hayah dar maakim ettehiyyetlik ayı. Ne? Ben Rimon'un suçsuz olduğundan eminim. Benim niye avukata ihtiyacım var? جمال؟ ازاي يا بابي؟ جمال بتاعنا هو اللي عمل كده؟ أنا استغربت زي كده أول ما سمعت بس اللي بلغني الخبر مصدر موثوق بيه والمعلومة مؤكدة طب ازاي؟ أنا مش مصدقة مش ممكن علي جوزك عارف كل حاجة هو ما اتكلمش معاكي في الحكاية دي؟ علي عارف؟ هما مش شركة مع بعض ولا إيه؟ شركة في إيه؟ آه تقصد في شركة سياحة؟ الأمور لسه هتتضح أكتر وأكتر وعموما في الحوادث الكبيره اللي زي دي الاسرار ما ينفعش تتقال كلها كده مره واحده او تتعرف مره واحده المهم بالنسبه لي دلوقتي انك انت تركزي في شغل المحطه الجديده بتاعك انت عارفه اليومين دول مفيش تصاريح لاي محطات جديده واقفين اي تصاريح وانت اي حد يا بابي بابي دي يا حبيبتي في البيت اللي احب اقوله لك بقى دلوقتي انك انت لازم تلحقي تبلعي السوق السوق بقى ملكك تمام مساء الخير اهلا دكتور زيتون مساء الخير ايه يا خليفة عايزني استنى بره ولا ايه؟ معقولة برضو ازيك يا عمك ازيك يا حبيبتي انت شايفة اتخض ازاي اول ما شافني؟ لا مش القصد اهلا وسهلا ده مكتبك يا دكتور بس سعادتك مش معودنا على شرف الزيارة في الوقت ده كويس والله انك واخد بالك وعارف ان انا ما بروحش لحد بس انت طبعا يا خليفة مش اي حد بقول لك يا ماما سيبينا لوحدنا شوية ها؟ حاضر يا عمك وما تنسيش تعدي عليا في المكتب عايز اسالك على شويه المذيعات الجداد اللي انت جايباهم تحت امرك يا انك باي باب باي يا حبيبتي اتفضل يا دكتور اتفضل اهلا وسهلا
سعادتك تحب تشرب ايه؟ لا ولا حاجة. عامل ايه يا خليف؟ كويس؟ أنا كويس، بس سعادتك يعني اللي باين على عليك يعني ايه حكايتك مع الكوم يا خليف؟ وباختصار علشان وقتي ضيق. كوم يا بيه فرد قلوعه على الآخر وداخل في كل حاجة من غير كسوف. أنا في الأول قلت له الملاعب بتاعته واللي بيتحرك فيها ومش هيتعداها، إنما يدخل على ملاعبنا والعك اللي حصل في انتخابات المجلس الأخرانية ده لا هو صح ولا من قانون اللعبة أساسا. يعني الكلام اللي سمعته صح يا خليف؟ لو نفس اللي قلته لسعادتك صح يبقى صح. يعني أنت شايف إن إحنا بنلعب بنوزعها كروت على بعض بنعملها بارتيتا مش كده؟ يعني هو سعادتك شايف حاجة غير كده؟ ده كلام أمرتجية يا خليف. احنا هنا ما بنلعبش يا اخويا. قول انك كبرت بقى وخاف من شغل عيل صغير زي الكوم اللي هيطلعك بره. خد لك اجازه يا خليف، خد لك اجازه استريح لك شويه ولما ترجع يبقى اشتغل. ونصيحتي بقى يا اخويا تشتغل صح عشان مش عايز اسمع كلام عنك اذا عني تاني يا خليف. سلامتك يا اخويا، سلامتك يا رب. الست ايدين نبيان لسه في العمليات لغايه دلوقتي. لسه يا استاذ. يا رب. كل ده في العمليات؟ ليه؟ بيعملوا ايه كل ده؟ يا جماعه حد يفهمنا اللي بيحصل؟ احنا بني ادمين مش حيوانات. اهدى يا ابني. ليه بتعاملونا كده؟ اهدى يا ابني. يا رب دخلك شويه يا جابوه. اذا سمحت يا دكتور، ايه الاخبار؟ حضرتك زوج ايلين دميال ووالد يوسف اللي جم في حادثه الكنيسه امبارح؟ ايوه يا دكتور. بقاء الله كانت حالتهم حركة. أنا آسف. قوم يا جمال، جاي لك زيارة. جمال حبيبي، أخبارك إيه؟ ازيك يا اشرف؟ وضعت الحمد لله. طمني ابويا وسليم عاملين ايه؟ زي الفل. انا خرجت سليم من المستشفى وبقى تمام. طب الحمد لله. الحمد لله. خد انا جبت لك دي. ماشي. لوني صحيح، هو انت عارف توصل هنا ازاي؟ جاي يا عم انت، وانا مش محامي ولا ايه؟ لا محامي. بدل ما انا محامي يبقى فاهمني بقى في ايه؟ يا اشرف تفتكر في العشر دقايق اللي سمحوا لك بيهم عشان تشوفني هعرف احكي لك موضوع زي ده؟ جمال انت لازم تديني اي مفتاح. انا قريت التحقيق بتاع اللي اسمها تولين دي. مين تولين؟ وليه بتقول عليه كريمون؟ وايه موضوع الشغل بتاعك مع جوزها؟ يا اشرف يا اشرف صدقني كل الكلام اللي احنا بنقوله ده ملوش اي لازمه. الموضوع كبير وصعب يتحكي، وحتى لو حكيته مش هيتفهم. يا جمال لازم افهم، انا المحامي بتاعك. انا مش محتاج محامي، ما تزعلش مني، بس الموضوع كبير، الموضوع اكبر منك ومن اي حد. مفيش حاجه اسمها كده، انا لازم اقف جنبك واساعدك غصب عنك. يمكن يمكن احتاجك ويمكن ما يحصلش خالص. يعني ايه؟ يعني زي ما كل ده حصل في ثانيه ممكن كله يهدى تاني واكنه ما حصلش. انا مش فاهم حاجه. وانا ما كدبتش عليك في حاجه. صعب يا اشرف، صعب. جمال خلي بالك من نفسك. انت مسافر بجد يا بابي؟ اه يا حبيبي هسافر يومين، عندي شغل وهرجع على طول. شيرنا اتفقنا ان اي سفريه تروحها تاخدني معاك. وانا هعمل لك ايه؟ ما انت لكل شويه تعيا. انا خفيت اهو يا بابي. لا ما خفتش، لما تطلع من المستشفى تبقى خفيت واخدك في الحته اللي انت عايزها بعد كده. بابي ممكن اقول لك على حاجه؟ قول يا حبيبي. انا عايش علشانك، اوعى تسيبني لوحدي.
علي مين اللي مستنيه يتصرف؟ انت اكيد واخد فكره غلط خالص عن علي. يعني ايه؟ مش هساعد جمال؟ معرفش. بس علي ده من النوع اللي طول الوقت بيوهمك ان هو عايز يتصرف. لكن ما بيعملش ولا حاجه. مساعده بالكلام وبس، لكن فعلا ينسى. غريبه قوي. بقولك يا اشرف، انت فعلا هتقدر تساعد جمال في قضيه زي دي ولا وكله محامي كبير؟ توكلي له ايه؟ محامي كبير. محامي كبير؟ المحامين الكبار دول كبار سن بس. مفيش حد فيك يا بلد يقدر يخرج جمال ويساعده من اللي هو فيه غيري. بس هو يساعد روحه الاول. يعني ايه؟ تفتكري يا منى جمال من النوع اللي ممكن يبقى ورط نفسه في حاجه زي دي بجد؟ آخر مرة بسألك، مين اللي ودع جمال؟ برضو واحد صاحبي كان معدي عليا يشرب معايا شاي، قرف من حياته قال يخلص نفسه. طب تستعبط يا أمك، قال لك جاي في قضية إيه؟ ما تسأله. لا ده أنت بتستظرف، رد عليا عادل يالا، قال لك جاي في قضية إيه؟ ما عنديش كلام أقوله لك. لو ما حكيتليش اللي حصل بالتفصيل هلبسك جناية قتله. لا يا راجل. ده على أساس إن أنا جاي في سرقة موبايل. وأنا أعلمك شغلك ولا يا باشا؟ قلت لك قبل كده 100 مرة. مالكش دعوة بالموضوع ده. الحكاية أكبر منك. اسمع الكلام.
مش عايز اسالك كتير، هتعرف كل حاجه بعدين. خليك ورايا ما تسيبنيش. ها هو ده كل اللي حصل معايا، وكل اللي بيكتبوه عنه في الجرايد واللي انت بنفسك قلتيه مؤكد فيه حاجه غلط. عماد جد الله اللي انا اعرفه مش ممكن يكون زي ما بيقولوا كده. عماد جد الله؟ مقابلة السفير زودت الحيرة عندي. لما برجع افتكر ايامي مع احمد ولا جمال ولا عماد، بكتشف ان مفيش حاجة في علاقتنا كانت واضحة. ظهوره في حياتي فجأة، اختفائه فجأة، اعرفه بس يطلع له كذا اسم. كنت بضحك على نفسي واوهم روحي، كنت فرحانة ومبسوطة، مش مصدقة ان الدنيا ممكن تعوضني بسرعة كده. عارفه اللي مش عايزه تفكر عشان ما تعكننش على نفسها؟ دي كانت انا. يا حبيبتي ده طبيعي، مفيش حد في الدنيا بيحب من قلبه ويلاقي اللي قدامه بدله نفس المشاعر وهيفكر عكس كده. والنبي بلاش حكايه بدله نفس المشاعر دي، بتفكرني بهبلي وقد ايه كنت عبيطه. انا مش عارفه انت ليه بتعملي في نفسك كده. لازم اعمل كده واكتر من كده، لاني لو ما رديتلوش اللي عمله فيا واديته الالم قلمين هحس نفسي ضعيفه طول عمري. يا ليلى اهدي واسمعي، انت كده واخده الموضوع شخصي بزياده وملخبطه كل حاجه على بعض. ما ينفعش حبيبتي تخلطي ما بين احمد الطوخي وشغلك. اهدي كده وفكري وشغلي عقلك. طب والنبي يا روبا قفلي على الموضوع، انا مش عايزه اتكلم فيه تاني. براحتك. انا شفتي مره عندك كويست سديس اسمه ابو العزمي صح؟ اه مظبوط. كانت رتبته ايه ده؟ لواء. هو لسه في الخدمه لغايه دلوقتي. بس انت ايه اللي خلاكي تفتكريه؟ السفير سالم وهو بيحكي لي قال اسمه، ولما سالته عنه ما رضيش يديني اجابه واضحه، بس انطباعي عنه ساعتها انه شخصيه مهمه وله علاقه باللي حصل مع احمد هناك. طب وانت ايه اللي خلاكي تربطي ما بين الاثنين؟ ما يمكن تشابه اسماء. انا فكرت في كده برضه، بس الاسم مميز وصعب يتكرر في نفس المجال الامني ونفس الرتبه مرتين. روبا انا عايزاكي تساعديني. اكيد اكيد يا حبيبتي، لما اروح هبعتهم لك. لا تمام تمام يا باشا، لا خلاص زي ما اتفقنا. مع الف سلامة. مع الف سلامة يا باشا. أشرف أنت عايش أهو، ما بتردش عليا ليه؟ كلمتك 100 مرة. ادخل. مش هطول عليك، شكلك خارج. لا أبدا، أنا كنت هندي على البواب يجي روق الدنيا، بس ادخل ادخل. ايه ده ايه ده؟ يا نهار اسود، ده ايه ده؟ حصل امتى ده كله؟ من يومين. كانوا بيدوروا على اي اوراق تخص جمال. اي اوراق تخص جمال؟ هو جمال مش يخصنا برضه يا علي؟ ما بندورش عليه ليه؟ اشرف ارجوك، انا لا فيا مكفيني، اديك شايف مش كل حد حملني مسؤوليه جمال. جمال مش عيل صغير وعارف يعمل ايه اكتر مني ومنك. ده واضح ان مش انا لوحدي اللي بفكر كده، ده واضح ان انت واخد صف تاني خالص. صف تاني ايه؟ انت فاكرني مصدق انه جمال عماله يفجر ويموت والهبل ده؟ ويعمل ده ليه اصلا؟ ما تقصد ايه يعني ان جمال عارف هو بيعمل ايه كويس؟ اقصد انه ما حاولش يهرب مثلا، ما بيتكلمش، ما بيدافعش عن نفسه بقوه. اديك انت المحامي وصاحبه، اتكلم معاك صرحك،
ولا انا رحت له مره واتنين وسالته ولا طلعت منه بحاجه. وهنفضل كده لحد امتى؟ هنفضل متوعينه في سكوته لحد امتى يا علي؟ لحد ما يتحكم عليه ويلبس البدله الحمراء ويجي يقول لنا تعالوا خدوا جثته؟ اعوذ بالله ما تقولش كده يا ده اللي هيحصل له فعلا. اشرف جمال متورط ده اللي انا متاكد منه. وانا بقى متاكد ان البنت اللي اسمها تولين دي ورا كل اللي بيحصل لجمال. انت قابلتها؟ لا ما لحقتش. خساره. اللي عرفته انها سافرت خلاص. سافرت؟ بس لو وقفت عليها براءة جمال هسافر لها واجيبها في شوال لحد هنا. استغفر الله العظيم. يبقى احنا كده ما قدمناش غير الصول اللي كان موجود في الكنيسه ساعه الحادثه اسمه خميس. بيقول لك فاكر كل حاجه واكيد عنده اي حاجه يقولها لنا علي. هاني يا اشرف. بص انا عارف ان انا وانت من الصحاب قريبين قوي من بعض. اللي بيربطنا جمال ارجوك خلي بالك منه. مش محتاج اوصيك. وانت كمان يا علي مش محتاج اوصيك. جمال ملوش غيرنا. مدام فريال انت قلت ان فترة جوازكم دامت حوالي 4 سنين؟ مظبوط. حصل امتى رفض جمال الجبالي من الخدمة؟ صعب ان انا افتكر صراحة. طب خلال الفترة دي كان له اي دخل خاص من اي مجال؟ مجرد المعاش. ليه ما حاولش يبقى له دخل خاص؟ عمره ما فكر يعمل بيزنس بتاعه رغم ان زمايله كلهم كانوا بيعملوا كده سواء اللي جوه الخدمه او بره الخدمه. عرضت عليه؟ كنت دايما بقول له ليه ما تفكرش تعمل حاجه بتاعتك؟ افرض سبت الشغل جرى لك حاجه. كان بيرد بعدم اهتمامه ويغير الموضوع. تفتكري ده لان المال ما كانش بيمثل له اي اغراء ولا عدم تحمل مسؤوليه؟ مفيش حد ما يتمناش انه يبقى معاه فلوس. تقدر تقول عدم تحمل مسؤوليه، فشل، عدم طموح. طب تفسري بايه انه غير موقفه بعد كده وبقى ليه مشروع خاص؟ لان علي زميله هو اللي لح عليه. لولا كده جمال كان استحاله يعمل حاجه. بس يعني ملف خدمته بيقول ان كان بياخد تدريبات وفرق بشكل مستمر ومتطور جدا. عمري ما حسيت ده معاه. جمال من النوع اللي ممكن يعمل اي حاجه عشان الفلوس؟ اظن لا. تمام. سؤال اخير يا مدام كريال، كان ايه رد فعلك لما عرفت ان جمال اترفد بسبب استخدامه العنف المفرط مع احد المتهمين اثناء استجوابه؟ ما استغربتش. مارس ده معاكي مدام فريال؟ ده كان السبب الرئيسي اللي خلاني انا وجمال نسيب بعض، لاني لو كنت كملت معاه اكتر من كده كنت هبقى بعين نفسي. عند حضرتك اي اسئله تانية ولا ممكن اروح؟ منيح اللي رديت، لانه لو ما رديت هالمره كنت رح تلاقيني قدامك بالقاهره. وين تولين؟ موجودة. الشباب تبعها عم يقولوا إن اختفت بعد ما طلعت من النيابة. أنا ماليش دعوة برجالتك يا مهدي. أنت طلبت مني طلب ورجالتي هم اللي نفذوه. أنا تبعت لي إياها. الليلة لازم تكون عندي. ما ينفعش تخرج من المطار بالسرعة دي. اسمها موجود على قوائم الممنوعين من السفر. عموما إديني فرصة. بس أنت سيدي اللي عارفين إنه شغلنا ما في غير فرصة واحدة. وبس. صباح الخير يا فندم. كويس انك جيت يا علي، كنت لسه هطلبك. اقعد. خير يا فندم. هيجي منين الخير؟ اسمع انا عايزك تجهز مرات المهدي وبنفسك تخرجها باسرع ما يمكن، ويا ريت لو لحقت النهارده قبل بكره. سعادتك انا سفرتها من امبارح. نعم. انت ازاي تعمل كده من غير ما ترجع لي؟ يا فندم ما احنا متفقين ان ده طلب جمال والا كان. كان ايه؟ كان لازم تقول لي قبل ما تنفذ. هو في ايه يا فندم؟ فهمني. افهمك ايه ولا ايه؟ انت ما بتفهمش حاجه خالص. علي اطلع بره. بره يا علي! كله منك يا جمال. آه آه
الحمد لله. اللهم انت سلام ومنك السلام. الحمد لله. من كتر الضرب حسيت ان انا نسيت الكلام. نسيت انا هنا ليه وبيعملوا فينا كده ليه. حسيت في اللحظه ان احنا مش بني ادمين. ازاي البني ادم اللي ربنا كرمه يعملوا فيه كده الكفر الظلمه؟ طب اهدى 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 ما تتكلمش كتير. كلامها يتعبك اكتر ما يريحك. هي فين اضاحه دي؟ ده احنا في كابوس. كابوس ايه الجديد يعني؟ طول ما في ضابط اكيد في متهم. زي ما في حد بيتضرب اكيد في حد بيضرب. هي اللعبه كده. انت حظك جه متهم وبيتضرب. مش لما اكون ده باختيارك وبمزاجك. مفيش حد بياخد حاجه غصب عنه. كله باختيارك. اهو كلام. لا مش كلام. اديني قدامك اهو. مره اخترت اكون ضابط ومره اخترت اكون هنا. هو انت مين بالظبط يا اخ؟ انا جمال الجبال يا سيدي. جمال؟ على فكره اخ جمال انا ما قلتش حاجه عنك صدقني. يمكن بس لما كانوا بيضربوني ويغم عليا اكون قلت حاجه كده ولا كده. مش فاكر مش فاكر يا سيدي. ايه ده؟ سامحني يا اخ سامحني. ولا يهمك. حتى لو قلت حاجه مش تفرق وانا مسامحك يا سيدي. عارف يا اخ جمال انا مبسوط وانا هنا معاك. وانا في الزنزانه بتاعتي كان في صوت ميه بينقط طول الوقت. الصوت ده ما بطلش من ساعه ما اتحطيت في الزنزانه لدرجه اني حسيت انه هيخرم دماغي. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. انا حاسس ان انا هموت. ايوه حاسس ان انا هموت صدقني. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هموت يا اخ جمال صدقني هموت. عارف ليه؟ عشان جابوني معاك في الزنزانه هنا. عشان لما اموت يلاقوا حد ينده عليا. مش هتموت مش هتموت. اللي خليك تستحمل كل ده يخليك تكمل. لحد امتى بس؟ معرفش بس لازم تستحمل. افتكر اي حاجه تستحق ان انت تعيش عشانها. افتكر حد بيحبك بس بدك ترجع له. ما تستسلمش. اعتبر ان كل ضربه بتقويك وكل ساعه ظلم بتموت. ما تقبلهاش. في حد بيرضى الظلم بمزاجه يا اخ جمال؟ لا طبعا. بس في حد بيختار يفضل جواه وحد بيخرج منه. الا قول لي يا اخ جمال هو انت عندك اولاد مش كده؟ ازاي يعني ايه اللي بتقوليه ده؟ اكيد لا. يا جمال يا جمال يا ابني انت فين؟ استني ثانيه واحده. ايوه يا حاج معايا تليفون ثواني. تليفون ليه؟ تعالى يا ابني خلصني. حاضر جاي. طب في ثانية واحدة هكلمك. ايه ده يا حاج؟ انت اتخطفت ولا ايه؟ ما تفكوش ما تفكوش يا شبي كده الخطة هتبوظ. الخطة؟ اسمها الخطة يالا. خطة ايه وخطة ايه؟ فك والله انا اللي هبوظ جدتكم الضرب. مش اتفقنا يا جد ان احنا نخلص الجيم؟ جيم انا اللي هوريك الجيم اللي على اصلا. اجري يا سليم. استنى يا شبي. اجري يا سليم. تعال اجري. تعال تعال. هديت روحيلي يا ولد الكلب. بقى جاي ما تربطش جده تاني انت فاهم؟ اه فهمه ان انا معاكم في العصابه. اه مش كده؟ حاضر. بص بقى انا وانت وجده ايد واحده يعني ما حدش فينا يربط التاني. ولو حد فينا لقى حد مربوط يفكه ويساعده انت فاهم؟ فاهم بس ده كان جيم. يبقى نربطه كده وكده. ماشي. الواد يا اخويا ايده عافيه بسم الله ما شاء الله طالع لابوه. هذا الشبل يا حاج. ربنا ابني يفرحك بيه ويسعد ايامكم الجايه ان شاء الله. تعرف ان ابني اسمه جمال على اسمك؟ هو عنده 3 شهور دلوقتي. ربنا كرمني بيه بعد عذاب سنين. كنت قربت افقد الامل اني بقى لي ذريه على وجه الارض. Ha 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 ha.
بيضربوني. اتمنيت ما اكونش ابني جه على وش الارض عشان ما اشوفش العذاب والذل اللي ابوه شافه في الدنيا. صلي على النبي. ربنا يخليه لك. بكره يكبر وتشوفه زي الفل. اقول لك على حاجه، انت عارف ان الواد سليم وحشني قوي. حته واد زي القمر، لما نخرج من هنا اخليك تشوفه، هتحبه قوي قوي. بص هرسم له هنا صوره على الحيطه، بص عامل ازاي. عارف لما هتشوفه هتتمنى ان ابنك يطلع شبهه بالظبط. وحشني من اللذينة. تصاعد أنفاسي بلال. إليك عتاب. لا إله إلا الله. وكل إشاراتي إليك خطاب. معلش يا جيمي، كلنا لها بقى في حياتك. قوم في حياتك الباقية. نت زعلان عليك طبعا، حاجة تحصل أي أب يشوف ابنه في حالتك كده. يلا عاوز تريح من سيرتك. إيه؟ عامل أعصابك جامدة أوي؟ طيب لما أشوفك هتتحمل لإمتى؟ كنت فاكر اني هريحك الليله عشان حكايه ابوك دي؟ انسى. اياكش ابوك وابنك وعيلتك الوسخه كلها تولع بجاز، انت بتاعي وانا مش هرحمك. مع السلامة يا جمال. شوقي وقف العربية، وقف.